بهالخنقة وبهالعجقة بالموت البطيء اللي عايشه المواطن اللبناني كل يوم، عم تلعب الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دور استثنائي مشاهدينا لتكون العكاز اللي عم يستند عليه المواطن المقهور للأسف ليأمن أدنى احتياجاته. وإن كان تغيير الواقع المر اليوم مستحيل، تبقى الجمعيات مثل جمعية الهدى بصيص أمل لمجتمعنا لنعكس صورة التكافل وصورة الإنسانية بهذا المجتمع. لنحكي أكثر عن جمعية الهدى بصير نستضيف معي بالاستوديو مدام لميا مكارم حمدان رئيسة جمعية الهدى. أهلا وسهلا فيك معنا بعلى الموعد. شكرا، سعد صباحك. بداية بدنا نعرف مدام لميا المشاهدين عن جمعية الهدى، كيف بلشت وكيف تأسست؟ جمعية الهدى جمعية خيرية بالعبادية. نعم. أسسوها مجموعة من رجال ضيعة، رجال فكر وعلم وثقافة وفن، اتفقوا على أنه لازم نعمل شيء جمعية نساعد فيها مجتمعنا. نعم. تأسست سنة 1930، يعني صار عمرها 90 سنة، 91 سنة الجمعية، وكان عندها قصص وخطوط عريضة هي رفع مستوى الإنسان صحيا ثقافيا اجتماعيا. نعم. إذا بدنا نحكي شوي عن أهداف الجمعية مدام لميا، نعم. شو هي أهداف جمعية الهدى؟ هي أهدافها الإنسان. نعم. مساعدة الإنسان بالدرجة الأولى. لما كان في جمعية الهدى ما كان في بلدية ناشطة، ما كان في يعني كانت شوي الأيام على قدها، مثل كانت الجمعية هي اللي قايمة بالمجتمع من كل النواحي، يعني كانت تحل محل البلدية حتى. وشوي شوي صار يهتموا بأمور الناس الزراعية والثقافية كمان الثقافية أكيد. بعدين طلعت فكرة أنه أسسوا جمعية زراعية، لأنه نحن منطقة زراعية هونيك بالعبادية، فأسسوا جمعية زراعية سنة 1936، بعد ست سنين من تأسيسها يعني. كمان صارت المنتجات الزراعية تنزل على بيروت، صاروا يساعدوا المزارعين كيف يمشوا أمورهم يعني ومنتوجاتهم. وكانت أول جمعية بالشرق الأوسط، وحبوا أن تكون لها إدارة مستقلة بعد فترة يعني، فصار إلى إدارتها. وجمعية الهدى كفت بالأشياء الصحية والاجتماعية والثقافية. شو بتقدموا للمجتمع مدام لميا من الناحية الصحية؟ خلينا نبلش. إذا ما نقول الصحية، إلنا دور كبير بالنسبة للصحية، خاصة آخر مرحلة. أكيد. نحن بعد 1967 كان عندنا مركز صحي. نعم، عم نشوف صور كمان للمركز نعم الصحي. نعم، كان عندنا مع اللايونز حملات طبية كل سنة. أسس المركز الصحي بال 1967. وكمان بلش يشتغل مع وزارة الصحة، ما كان في قبل وزارة الصحة، بعدين صار بعدين وزارة شؤون، ما كان في وزارة شؤون، سوري. بعدين صرنا مركز رعاية أولية. هلا المركز أكيد في عيادات كاملة، في أطباء متخصصين. نحن صرنا مركز رعاية أولية 2015. كمان تعاوننا مع وزارة الصحة كتير جيد، وكتير عم بيشتغلوا معنا لحتى نتطور. بيساعدونا كتير بالأدوية، بمعدات، بإشراف إداري عطول. نحن عندنا دورات، نحن موظفينا معنا كمان مؤهلين ومدربين. ومدربين، وعندنا مشرف إداري على تطوير المركز الصحي أستاذ كمال حمدان. كمان على طول متابع معنا ومساعد لنكون يعني أبديت، مثل ما بقولوا إنه على طول على كل شيء على الأرض عم بيتطور، نكون نحن ماشيين معه، عم تتماشوا مع الواقع. صح. مدام لمع، مثل ما بنعرف عندكم شق ثقافي وشق اجتماعي، بس بما انه حكينا هلا عن الشق الصحي وهلا الظروف الصحيه طارئه، خلينا نحكي شوي بهيدي الظروف شو عم تقدموا للمواطنين؟ نعم. هلا بالدرجه الاولى نحن الادويه هي الاساس. نعم. نحن وزارة الصحة بتقدم لنا الأدوية، نحن بنتعامل مع الواي ام سي اي، المريض بفوت لعنا بيفتح ملف بيصير يجوا دوياته شهريا. والناس اللي ما مسجلة معنا أو بتتعالج برا وما فيها تجيب دوياتها، نحن حاليا بنحط بنساعد بالصيدليات، الناس بتروح بتشتري دوياتها بسعر كتير مخفض. نعم. على تواصل نحن مع الصيدليات. في عنا مشاركة مع بنك الأدوية،
مجموعة شباب أسسوا هيدا البنك، على رأسهم أستاذ فراس الصايغ. كمان احنا بنتواصل مع بعض، مين عايز هذا الدواء بنبعت له اياه، مين عايز انا عندي بعطيه وعندي بيعطيني. ماديا كمان بنساعد بعض حتى ننهض شوي بالمجتمع. يعني نحن هونيك بالجبل عندنا 7 أو 8 مناطق كلهم حد بعض، فنحس نحن مسؤولين عن هيدي المجموعة كلها، مش بس العبيدية يعني. والعبيدية يعني كمان بحب أقول لك إنه هي ضيعة نموذجية بالعيش المشترك، بالنشاطات، صحيح. بالتكاتف. فيها كتير مؤسسات، فيها بلدية نشيطة، فيها ناس بتوقف حد بعضها، وهذا اللي مخلينا بتساند نستمر. بعضنا. يعني خيرين اللي عم يدعموا صندوق الجمعية، هني اللي عم بخلونا أكتر نكون يعني عندنا حرية بالمساعدة أكتر، وإن شاء الله نكون ما عم نقصر مع حدا. إن شاء الله. يعني بكفي المريض اللي بفوت على المركز ما في يعملوا فحوصات وبنقول له اخر اخر شيء فكر بالمصاري، نعم. بهمنا صحتك. فكله نحن هيدا بنغطيه، صور، فحوصات. قديش النسبة؟ على نسبة المحتاجين يعني لحد بتقولي 50% نعم، النص تقريبا. النص. نعم. بعدين بنعمل لهم حملات طبية دايما شبه مجانية. يعني الستات على طول عندها ميموغرافي، عندها الالترا، عندها الباب سمير، عندها فحوصات هذه دورية كل سنة مرة أو مرتين بناخدهم على عاتق الجمعية لحتى تضل الست عندنا بصحتها يعني وما نعم. تعطى الهم. مدام لميا، إذا بدنا نحكي شوي كمان عن الشق الصحي، حضرتك كنت عم تخبرينا إنه في الشخص يجي لعندكم على الجمعية يسجل اسمه ويرافق اسمه مثلا بتقرير طبي بالأدوية اللي عايزها، وبصير بيتأمن له كل شهر. هل هذا الشيء كمان هلأ ساري مفعول نعم وبدل أزمة الدواء؟ نعم يعني حيالله شخص، لنخبر المشاهدين أكثر، حيالله شخص في هلأ يتوجه لمركز جمعية جمعية هدى بالعبادية يسجل اسمه وأدويته بتكون عم توصل له كل شهر. صح. هلا في ادويه نعم. مرات بيكون في نقص بالواي ام سي اي، نعم. يعني لانه في كتير طلب عليهم، وفي اكثر بالمركز بالمنطقه كمان بيتعامل بنفس الطريقه. نعم. بس نحن فاتحين ابوابنا للكل. يعني هلا الادويه اللي ما مش موجوده نحن بنحاول نامن له اياها او نساعده فيها ماديا يشتريها. نعم. يعني ما بنتركه للمريض انه مش عارف شو بده في يعمل. رسوم اشتراك للمركز هلا في شيء رمزي. رمزي، بس حتى الرمزي عايفينه منه هاي نعم. الفترة. يعني عم تكون الحمل كله على الجمعية. نعم. وبتقولي لي منين يعني تمويل. التمويل؟ هو جات خيرين يعني، لأنه هاي الفترة ما في نشاطات. عادة بنعمل غدا سنوي يعني أيد الخير هي اللي قايمة بالمجتمع صح، صراحة بالوضع والاغتراب. الحالي. نعم. والاغتراب يعني أنا هدي فرصة هلا إني وجه لهم شكر كبير، لأنه هني اللي عم بينعشوا الناس بلبنان. يعني هالمغتربين وبمنطقتنا بزيادة، علي أشكر ولاد العبيدية أو أكيد الجوار اللي عم يساعدوا. أكيد نشكرهم، أكيد بغياب الجهات المختصة صح نقدم يعني لهم الشكر. إذا بدنا نحكي شوي عن مركز الرعاية مدام لميا، مثل ما بنعرف كمان بيبقى في دكاترة بالمركز أو بالمستوصف إذا فينا نقول موجودين دايما خلال الأسبوع. هل بتغطوا كل الاختصاصات الطبية؟ الأشخاص بيكونوا عم بيدفعوا مبلغ رمزي أو كيف بتصير القصة للمشاهدين أكيد اللي حابين كمان يكونوا عم يستفيدوا بدل هالظروف الصعبة؟ نعم أكيد عندنا عيادات مجهزة نعم. نسائي، يعني مبينين عيادة نسائية، عيادة العيون، الأسنان، الأطفال، نعم. القلب، الشرايين. يعني كلهم الأشياء الأساسية مأمنينها. الأسعار رمزية، وكتير كتير يعني الأطباء شو ما نقول عنهم شو ما نشكرهم ما فينا نعطيهم حقهم، لأنه إذا بقول لك الأجر الرمزي اللي عم بياخدوه ولا شيء، يعني ما بيعبي لهم بنزيناتهم، نعم. ولكن رسالتهم الإنسانية وقفتهم حدنا، وشايفين نحن قد إيه نحن محمسين لنساعد الناس. فهن يعني عم يستمد القوة منهم، لأنه فعلا كل الشكر لإلهم والتقدير. وموظفات المركز نفس الشيء، يعني ضلهم بفترة كورونا متابعين الدوامات، ما نعم. يتركوا حدا. نحن كان لنا كتير دور بفترة الكورونا، يعني عندنا أجهزة الأكسجين، إجونا كتير أشياء تبرع. في نعم. البلدية كمان قدمت قسم على طول نحن مع الناس اللي بيطلع من المستشفى بده أكسجين، بيكون يعني دغري بيلتجي للجمعية بنكون حده. أعطينا دورات كرمال كيف يتعاملوا مع المريض الكورونا لنكون حده. يعني تعاملنا مع الأزمة بقمة الإنسانية نعم. بصراحة. وكانوا الأطباء لهم اليد
الكبيرة بهذا الموضوع، اكيد نحن بنقول لهم وضل يعطيهم بشكره. العافيه اللي لهم كذا سنه كذا سنه عفوا على الصفوف الاماميه عم بيواجهوا فيروس كورونا وكل التداعيات اللي صارت رغم كل الضغوط كمان اللي عم بيعيشوا فيها. مدام لميا، اذا بدنا نحكي شوي عن حب العطاء خاصة بهذه الفترة كجمعية، وكحضرتك توجه لك سؤال شخصي كرئيسة جمعية، قديش عم بتحسي براحة لما جمعية مثل جمعية الهدى عم تقدر تفيد وعم تقدر تخدم المواطنين بالمجتمع بظل الظروف اللي عم نعيشها؟ يعني اكيد بقول لك هيدا شعور ما بيتطمن، يعني مثل واحد بياخذ اجرته تلقائيا، يعني بس انت تساعدي حدا، يعني هالرضا اللي بعيون الانسان اللي بتكون عم بتساعديه بدون ما تجرحيه، الطريقه اللي بنساعد فيها كتير انسانيه، ما حدا بيعرف مين وما حدا، يعني بطريقه سريه، ونحن فريق بجمعية الهدى كتير نشيط، والكل ايد وحدة والكل بيساعد، واكيد عندهم روح التطوع، والا ما بيكونوا بهيك جمعية خيرية، ولما يكون في هيك ناس بتحب هالعطاء ما استمرت الجمعية 90 سنة من جيل لجيل، وكل جيل عم يزيد عليها اكتر. نعم، فصدقيني عم نشتغل فريق بكل محبة وبكل رضا، والتطوع شيء كتير رائع، يعني انا بنصح كل انسان يفوت بهيدا المجال، في أشخاص، لأنه نعم نعم كتير كتير بيعطي رضا للنفس، وبيعطي شعور بالأمان، وبالنهاية عم بيعمل شيء الإنسان بينه وبين ربه، يعني صحيح، هيدا اللي بيبقى أكتر عم شيء. بيخدم خير الإنسان خاصة بهالظروف اللي جدا عصيبة عم صح نعيشها. كنت عم تحكي مدام لميا عن التطوع، في فاتحين بواب للتطوع عندكم بالجمعية؟ أكيد نحن صحيح في انتساب للجمعية، نعم بس في كتير ناس طلاب جامعات، في حدا من المنطقة بيجي، لأنه نحن بنشارك المجتمع اللي حوالينا بنشاطاتنا، حتى بحملاتنا المجانية بنشاركهم معنا. مثل ما قلنا في كتير اندماج وعيش مشترك، ومؤسسات متضامنة مع بعضها، كل حدا بيكمل التاني بالعبادية، نعم وبنغطي المنطقة كلها، فبيكون في عنا معارض ومهرجانات وهالاشياء، فالكل بيشارك والكل بيكون معنا، بس يكون في عنا مسابقة طلاب مع التلاميذ، كمان المدارس المشاركة بتكون من كل المدارس والثانويات اللي حوالينا، يعني نعم اسم الجمعية لامع لدرجة انه الحمد لله، يعني الثقة فيه كتير عالي، والكل بحب يحط ايده بايدنا، ونحن موجودين لنكون حد الكل ونساعد قد يعطيكم ما العافية. فينا نعم بكل النواحي. يعني نعم كنت عم تحكي حضرتك عن المهرجانات اللي بتعملوها والندوات والدورات التوعوية، إذا ما نحكي شوي عن الشق الثقافي والاجتماعي لجمعية الهدى، شو نشاطاتكم؟ هلا انا بدي احكي من سنتين لورا، لانه هلا نشاطاتنا كانت كلها صحية بهاي نعم الفترة وكورونا وهالاشياء، بس قبل اجتماعيا نحن على طول في عنا تكريمات لناس مرقت على الجمعية وتركت بصمة، فنحس دين لنا علينا انه نحن نبرز شو تركوا بالجمعية، وفي ناس تركونا وفي ناس بعدهم موجودين كمان، كله عم هيدي من رسالتنا نعم انه نكرم هالناس ونذكر للجيل هيدا شو عملوا شو أسسوا، وقديه كان في عندهم إنسانية لوصلوا نعم هيدا الشيء. والشيء الاجتماعي الثاني هي المساعدات، يعني نحن على طول بالأعياد، كان راس السنة، الميلاد، عندكم أي الأضحى، نشاطات للأضحى كله حاليا؟ نعم هلا أي يعني مساعدات أكتر شيء، معايدة للناس اللي شوي بحاجة إن هيك لمسة فرح، يعني لأولادهم بالأعياد، نعم فبتكون معايدة مادية. كنا قبل مواد كعك ومعمول وهالأشياء هيدي، بس صرنا نتركها لحرية الشخص، صارت مادية لأنه بيعرف كيف يعوزها وكيف يصرفها، فبكل الأعياد نحن بنكون موجودين لنكون حد الناس. بطرق مختلفة صح، أكيد. وعندنا مجلة سنوية نحن بنجمع كل نشاطاتنا بهاي المجلة، بتكون يعني أرشيف لنشاطنا، فكمان كل سنة إلا السنة الماضية ما عملنا مجلة، كانت يعني ما فينا نذكرها هذه من حياتنا نعم سنة استثنائية كانت. استثنائية. نعم نعم
بس كمان هيدي ارشيف لإلنا نعم. اللي بيقولوا. هلا اذا بدنا نحكي شوي عن النشاطات الصحيه، بتعرفي هلا الوضع الصحي وضع طارئ بالبلد ناحيه الاستشفى، خاصه هلا موضوع الادويه، لا سيما انه فقنا صباح اليوم على تسكير لكافه الصيدليات نعم للاسف. شو عندكم نشاطات مستقبليه او بالايام الجايه من الناحيه الصحيه؟ هلا نحن عندنا مخطط انه نكبر اكثر المركز، نعم وفي كثير عندنا بالعبيدية ناس مؤمنه بالجمعيه وبنجاحها، وخاصه بالشق الصحي. حابين يزيدوا كل شيء تصوير، كل شيء اشعه، كل شيء معدات، كل شيء يعني يكونوا دعم لهي الجمعيه. هيدي نحن خطتنا المستقبليه انه نعم نكبر ونزيد بالشق الصحي، ليكون في اكتفاء ذاتي للمجتمع اللي حدنا اللي فينا نساعده. هلا كمان عندنا اللقاحات للاطفال، كمان بدها تصير من بالبيوت يعني او بالمدارس. في عندنا ناس بتفوت على بيوت الكبار بالسن بشوف حالتهم نعم الصحية، كيف شو عايزين، شو بدهم بفترة كورونا، كيف يتعاملوا مع كورونا من بالتعقيم، بالنظافة، شو عايز لهم اشياء. نعم نحنا كمان في عنا غير وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، في عنا مؤسسة فرح ساعدتنا كتير هالفترة بالأدوية، الأدوية الخاصة كمان للكورونا، نعم قدرنا كتير نساعد ناس من خلالهم. فهيدا التضامن اللي بالجمعيات اللي حكيت عنه التكافل. نعم والتكافل مستمر، نعم ونحن وياهم عم نخطط لشيء كمان نضل على نطاق بعد أوسع. ان شاء الله. مدام لميا، بنهاية حلقتنا بدنا نرجع نذكر المشاهدين بالبروسيس تبع الأدوية. كجمعية هدى بتأمنوا كافة أنواع الأدوية، أو في عندكم أدوية معينة، أدوية مقطوعة نهائيا، أو بتشتغلوا على تأمين كافة الأدوية؟ هلا نحن في الأدوية اللي بتيجي من وزارة الصحة نعم هي موجودة، في أشياء بيجي بديل لها، نعم صحيح هذا البديل ممكن نلاقيه عنا. إذا ما منه موجود بندور بالصيدلية، نعم يعني إذا المريض ما لقاه بالصيدلية بنسأل بكذا محل نعم لحتى نشوف وين البديل لإله. نعم مش قادر يجيبه ما بيعطى الهم، يعني نشتريه وين ما كان حتى لو كان غالي. نعم يعني هذه الخطة اللي عم نشتغل عليها، وما بنخلي أدوية، يعني شو عنا أدوية هلأ، يعني فاتحين مجال أي إنسان، مش بس بالجوار العبيدية، أي إنسان بحاجة لدواء موجود عنا ما بنقله لا. يعني نعم كنا بالأول بس مريض المركز بوصف الطبيب المركز ياخد دوياته، هلأ بهاي الفترة ما فيك تقولي لا حدا لا، نعم فبوابنا مفتوحة لكل الناس، وين فينا نساعد ما رح نقصر أكيد الله إذا الله راد. يقويكم. إذا فينا نقول رقم تليفون للمشاهدين يكونوا عم يسجلوه إذا بدهم يتواصلوا ياخذوا موعد أو يطلعوا يفتحوا ملف عندكم بالمركز، نعم شو رقم التليفون؟ هلا فيني يتصلوا 70-03-2344 نعم أو 25-55-33-57. نعم بنهاية حلقتنا مدام لميا، إذا بدنا نحكي هيدي كلمة أمل كرئيسة جمعية إنسانية عم بتقوم بهذه المبادرات الفعل اللي احنا بحاجة لها بالمجتمع، شو بتتوجه للمواطنين وشو بتقولي لهم، خاصة بغياب الجهات المختصة اللي فينا نقول نوعا ما عم بتقوم بدورها؟ مغيب؟ نعم صحيح. صراحة نحن بعد انفجار 4 آب اكتشفنا قديش اللبناني قلبه كبير، وقديش بيحبوا بعض، وقديش بيوقفوا حد بعض. كان لجمعيتنا دور ب4 آب، كمان نزلنا على الأرض بالأدوية، بالتنظيف، بوقفتنا حد الناس. أنا أكيد بتوجه لأنه نضل هيك نحن، يعني ما نهتم كتير اللي عم بيصير، هو ليغيبنا لإلنا، ونحن ما رح نغيب، رح نضل إيد واحدة لبنانية ونضل متكاتفين، وكل إنسان خير فيه ساعد ما يتخلى هالفترة، لأنه لبنان بمحنة ونحن بحاجة لبعض لنكون مترابطين وإيد واحدة وما حدا يتغلب علينا. نعم يعني أنا بضم صوتي لصوتك وبدي لكم يعطيكم ألف عافية والله يقويكم، ميرسي. ضلكم بهذه الهمة خاصة بهذه الفترة العصيبة اللي كمان حضرتك قلتي عنها اللي عم نمرق فيها، مش بس فترة اقتصادية كمان فترة صحية، الشخص عم بحس صحته مهددة بغياب ممكن أدوية بسيطة أو أدوية لأمراض مزمنة. مزمنة. مشكورين جمعية الهدى ومدام لميا مكارم حمدان، أنا بدي أشكرك على حضورك معنا. شكرا كثير لكم، شكرا تلميير. نحن بشرفنا نكون مريم معكم. تيبي، نعم نعم.
والله يقويكم. تشرفنا بحضورك ومشكورين ميرسي. حضرتك وكافة المشرفين على الجمعية وأكيد الطاقم التدريبي وكل المتطوعين. ميرسي مشكورة. كثير، ميرسي. مشاهدينا موعدنا وصل لنهايته، وأنا بدي أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وعلى أمل الأسبوع الجديد يكون عم يحملكم أخبار مليانة بالسلام والحب والخير، نحن بحاجة لها بهذه الأيام. بشوفكم بموعد جديد، خليكم معنا.